على الرغم من انحباس الأمطار وعدم نزولها بموعدها هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولاية من الحبوب بمختلف أنواعها حدود 300 ألف قنطار، إنتاج يعد ضعيفا مقارنة بالموسم الفارط. نتوقع إن شاء الله بالرغم من موسم الجفاف يعني لشهادته كامل ولاية الوطن، إلى أن الإنتاج المتوقع في هذا العام يتعدى 300 ألف قنطار، وهو النسبة متقاربة بالنسبة بريسك نفس النسبة اللي سجلناها في العام الفارط. ونجاح حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم هو بداية من كان من نجاح حملة الحرث والبذر اللي كانت في أكتوبر، اللي هي بدأت من الحرث حتى اختيار البذور، يعني بذور سيليكسيوني معالجة وأدابتي الكليما للولاية اللي هي مدروسة من قبل الاي تي جي سي، يعني معهد المحاصيل الكبرى. قرية سلمان الفلاحية التي شهدت انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي تعتمد بشكل كبير على تقنية السقي التكميلي التي أبانت نجاعة ظاهرة للعيان رغم قلة المساحة المستغلة في منطقة تسهل إجراء الحصول على أراضي فلاحية معنية بالاستصلاح. عندنا محيط حاليا أكثر من 1000 هكتار غير مستغلة، لنقدم نداء في هذا المحيط الفلاحي اللي درنا يعني يكون عنده نية في الاستثمار في قطاع الفلاحة والاستصلاح في ولاية سمسيلت، يتقدم بإيداع ملفه ويتم دراسته في ظرف قياسي ويتحصل على قطعة الأرض، ولكن وفق دفتر شروط محدد ومعين. يمثل نقص الأمطار أحد أبرز أسباب تأثر المحاصيل الزراعية في الولاية، ما يجعل الاعتماد على نظام الري التكميلي أمرا لابد منه للتخفيف من حدة الجفاف وتوسيع استغلال المساحات المسقية لا سيما تلك المخصصة لزراعة الحبوب.